وهنروح معاكم لخبر في منتهى الأهمية، خبر يدعونا جميعا للفخر، وكما تعودنا الفخر دائما طبعا في كل متابعتنا فيما يتعلق بالنشاط الكبير اللي بيقدمه الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الأثار الأسبق. والحقيقة الواحد تربى منذ صغره أنه لما بنتحدث عن الأثار المصرية فدائما خير ممثل وخير سفير هو الدكتور زاهي حواس اللي تابعناه في عشرات الأفلام الوثائقية الأمريكية والإنجليزية ومن كل الدنيا. دائما هو سفير للحضارة المصرية ولكل المصريين. امبارح تابعنا كمان خبر مشرف وأسعدنا للغاية، وهو حصول الدكتور زاهي حواس على وسام الشمس المشرقة، وهو وسام رفيع المستوى بيمنحه إمبراطور اليابان لمن حققوا إنجازات بارزة سواء في اليابان أو المجتمع الدولي. طبعا خطوة تجعلنا في منتهى السعادة واحتفاء بإنديانا جونز العرب، وواحد أيضا ممن ساهموا في نشر الحضارة والثقافة المصرية إلى كل ربوع الدنيا. خلينا نرحب بحضراتكم بالدكتور زاهي حواس. أهلا بك يا دكتور، وألف ألف ألف مبروك، سعداء للغاية. خليك وأشكرك على المقدمة الجميلة. بمناسبة بقى أن أنت قلت إنديانا جونز، في اليابان بقى لما بروح هناك بيسموني إندي جونز. الحقيقة أن امبارح كان يعني احتفال جميل جدا، حضروا يعني حوالي يمكن 200 شخصية، وزراء حاليين وسابقين وسفراء أجانب وسفراء مصريين وشخصيات عامة وكتاب، كل حبايب الحقيقة كانوا حاضرين. وطبعا السفير الياباني يعني راجل جميل، هو يعني كان أوكا هيروشي بقدم الوسام. وأنا حقيقة اتكلمت بقى عن العلاقات القوية. اليابان الحقيقة يمكن دولة الوحيدة اللي عاملة إنجازات ثقافية في مصر، والثقافة هي اللي بتدوم أكثر من أي حاجة تانية. يعني أولا بنوا الأوبرا، ونمرة اتنين عملوا خد منهم حوالي 820 مليون دولار، سلف طويل الأجل بالنسبة للمتحف الكبير. لكن أهم مشروع عملوه هو إنقاذ المركب الشمس الثانية اللي موجودة في جنوب عرب الملك. يعني اللي هنشوفها في المتحف صح؟ طبعا عن ثلاث سنين هتعمل وهتعرض مع المركب الثانية في متحف مدور المتحف الكبير. وعندهم أكثر من 12 بعثة أجنبية في مصر. وإما تقول كلمة مصر في اليابان يقول لك طبعاً خامون ونفرتيتي طبعاً بطرة. الثلاثة دول بيعشقوهم، هو من أكثر الناس اهتمام بالثقافة بالحضارة المصرية اليابانيين في الأقصر وكده، تلاقيهم على طول. وبقولك جنون يعني. أنا عملت معهم أفلام وثائقية من هنا مع كل ممثل السينما، رحت عملت برنامج أربع، تخيل عملت برنامج في أهم قنوات السينما، بقعد أربع ساعات تكلم أربعين عرب مع مين بقى، بيجيبوا ممثلين مشاهير في اليمن عشان البرامج بتاعتهم شاف. فأنا شايف إن اليمن مهتم بمصر جدا، عشان كده إحنا يهمنا إن السياحة تعود من اليمن. وأنا مع هيئة وزير السياحة ومع الوزير أحمد عيسى عامل جولة ترويجية للسياحة المصرية في أربع مدن في اليابان بإذن الله قريب هتم ده، عشان احنا عايزين السائح الياباني ده بيصرف أكثر من أي سائح تاني. مهم جدا طبعا احنا يعني نروج للسياحة اليابانية لمصر. طبعا دكتور زاهي، والحقيقة ومن صغري لما كنت بروح حضرتك في المكتب، يمكن حضرتك ما تفتكرش، هو أشوف صور حضرتك مع الرؤساء والملوك والشخصيات الكبيرة والأميرة ديانا وملوك ملوك النرويج وأسبانيا، وكنت بنبهر الحقيقة ودايما بتساءل اشمعنى دكتور زاهي حواس اللي شهرته ضغط على في ظاهرة لم تتكرر في عالم الآثار، ضغط شهرتك على لعيبة الكورة والفنانين والنجوم وأحيانا رؤساء الجمهوريات. حضرتك حاجة عند ربنا. أنا لسه دلوقتي بخلص محاضرة في مين هاوس لمجموعة من الأمريكان، وكتبت العربية لقيت واحدة صحفية في استراليا عاملة بروفايل عني، فقالت لي نفس السؤال بتاعك، قالت لي أنا بقى عايزة تجيب لي صورك مع بيونسي مع أوباما. أي أنا شفتها دي. أنا لسه يعني قريب ديانا لي لا في القريب بقى السنة اللي فاتوا ويل سميث جاء قابلته، ملك بلجيكا قريب قابلته، كيتي بيري جت قابلتها، فاريل المطرب قريب،
لاعب فوتبول مشهور في امريكا اسمه تيم ان هارشر اللي قامت بدور الفتاة. واو ايوه طبعا طبعا ابنها متجوز واحده مصريه. الحقيقه انا من الحاجات الظريفه اللي اقولها لك ان في شركه هنا سياحيه اللي بتجيب المشاهير دول فبيمضوا ان ممنوع يقولوا اسم الشخص اللي جاي. فانا بهتم بقولي في حد مهم جاي وعايز يقابلك طبعا. فانا قريب جدا جت المطربه اللي اسمها كاتي بيري ماشيه بقى وانا ما اعرفش انا بيني وبينك عندي جهل بالمسلمين اللي دول. فلقيت واحده لا كاتي بيري يا نهار ابيض دي قلبت الدنيا مره. قالت لي ماي نيم از كاتي بيري. قلت لها انت بتشتغلي ايه؟ اكن انا عملت فيها جريمه. واتجننت وسحرت. قلت لها بس انا اللي جنبك ده اعرفه. اللي جنبها مين بقى؟ اورلاندو بلوم. اوه طبعا تروي فيلم تروي طبعا الناس كلها فاكره. هي اتجننت اكتر. هو كان بوي فريند بتاعه وزوجته على فكره. فانا عايز اقول لك ان بس هي واحده من اشهر اغانيها كمان عملتها عن الحضاره المصريه يعني كاتي بيري. كاتي بيري ايوه عملت واحده من الاغاني بتاعتها المشهوره كان اسمها رور تقريبا ليها علاقه بالحضاره المصريه بس طبعا معم. باسلوب ارتستيك كونتمبرري كده. صح لا كلامك صح انا هسمع. ايوه ألف ألف مبروك يا دكتور زاهي ونتمنى لك دائما كل الخير. أنت فخر لنا والأمة العربية كلها. ربنا يخليك. بنشكرك. أتمنى نقابلك قريب إن شاء الله. شكرا يا دكتور نورتنا.